السلام عليكم اخوتي واخواتاتي، معكم جمال بورنوش فلوج جديد. اليوم انا كنتواجد في مدينه ديال نانسي، عندي معكم فلوج جديد اليوم. المهم كما تنقول لكم ديما، ما تنساوش بارطاجيو مع اصحابكم، ديروا ابوني مازال ما تتشوهاش. المهم خليكم مع الصور، تقاشوا اس الدراري. انا وصلت لاكار تاع نونسي، دابا نمشي نقلب على واحد 20 صحابي باش نجيبو دوره هنا في لافيل ونتغداو ونتقاشو. انا اول مره تنزور هاد المدينه ديال نونسي، اون بروميير امبرسيون اللي جاتني بان مدينه زوينه بزاف، شي حاجه صداع. المهم نمشيو نقلبو على 20، ما تمشيو فين، خليكم معنا. ها هما الدراري لقيتهم، نمشي نقصيو ونتقاشو. كما تشوفوا مدينه زوينه. اللي عجبني في هذه المدينه بان فيها بزاف ديال المباني قديمه كتعود لل 18 سيكل، بزاف ديال المباني انسكريت دون الباتريمون مونديال دو لونسكو. المهم نكملوا لا فيزيت ديالنا، خليكم معنا نعز. لا بلاص اللي انا فيها سميتها ستانيسلاس. المهم وهاد لا بلاص مشهوره بزاف، كاع السياح اللي تيجيو يزورو نانسي تيجيو ليها. وهاد البلاصه مكلاسيه كوم باتريمون مونديال دو يونيسكو. المهم نمشيو نكملو الدوره، خليكم مع الصور. المهم الدراري انا تمشيت بزاف باش نشوف شي كافي نريح فيها، نشرب شي عصير نرطبي لي انرجي، وما عرفتش نريح واش بول ولا ستارباكس. نتوما في نظركم ستارباكس ولا بول؟
اختاريت ستاربكس على حقاش رخيصه شويه بكون غاليه شويه. وصلنا لنهايه ديال الفيديو، نتمنى الله يكون عجبكم. كما تنقول لكم ديما ما تنساوش بارطاجيو وديروا ابوني الى مازال ما درتوهاش وجيم حطوا تعليق. المهم العشره كان معكم جمال بوخنوش من بلاد شارل دوغول، نشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. تهلاو ليا فراسكم العز.